انا وعيالي وانا معايير ابراهيم وعياله ودينا بعيالنا ودول بعيالهم اربع اسر وتسجلت اساميهم وانا معايا عيلتي وارمله. طب وبعدين المحافظ بقى المفروض ان هو دلوقتي وفقا لكلامهم ان هم هيوفروا لكم شقق لمده 3 شهور لحين ما يبقى فيه شقق كامله، لان هو دلوقتي العقار نفسه ممكن يعني انتوا ممكن لا قدر تدخلوا العقار يقع نفسه لانه تصدع جامد باللي جنبه. ايوه ايوه. طب نقعدوا في الشارع؟ لا هو مش في الشارع، احنا هنحاول ندور على حل. هو المحافظ قال كل واحده ليها كل اسره ليها شقه لمدة 3 شهور وهم هيدفعوا التعويضات بمبالغ محددة في الأماكن اللي انتوا عايزينها. تمام، احنا كده مفيش لغاية دلوقتي لحد من الحي جه ولا حد من المحافظة ولا معينة جت للبيت. ينفع احنا عايزين معينة كمان للسكان الموجودة داخل البيت إذا كانوا الأسر دي موجودة ولا لا؟ يخصوا حاجتنا موجودة وعشتنا كلها. احنا عاملين مكتب على فكرة، احنا عاملين أكلها ترابيزات وفي المطبخ زي ما احنا نشوف المطبخ زي ما المكان مسرح ما البيت وقع نزلنا في ساعتها. اربع شقق للاربع الاسر المتضررين على حساب المحافظه، ايجار حديث لحد لما يوفروا لنا مساكن لمده 3 شهور في مساكن سيوف يا اما مساكن توشكا. احنا النهارده مش عارفين راسنا من رجلينا، مرمين ولا في الشارع ولا حد جنب احنا سبع اسر مش اربعه الجديد. ايوه سبعه البيت اللي جنب 18 فردوس سبعه مش اربعه. هو سبب الموضوع في ايد الداخليه، ما طلعناش بيتنا ما بعدناش الشارع. البيت كله اخلوا البيت كله ستة سبعة البيت كله البيت كله سبعة اخلوا البيت ومفيش مية ومفيش قطع علينا الكهرباء امبارح بالليل وقطع المية وبعد حد يقفل المية وقفلوا علينا الكهرباء عربية الكهرباء جت بالليل قطعت وسابونا. طب هتسيبونا كده؟ قالوا اقعدوا مكانكم. دخلنا في دخلة البيت اللي قدامنا فضلنا فيه لحد الصبح واحنا واقفين الوقفة دي. زي ما احنا مش هنستلم انا اقعد في الشوارع مفيش مكان نروح حاجتنا ما عندكش اماكن تديها لنا. تعالى انا معانا للبيت وطلعنا تاني. احنا قابلين نمدوا على ضمانه نفسنا. احنا قابلين يرمموا لنا البيت ازاله للدور اللي فوق واحنا نعيشوا فيه. رمموا لنا البيت، احنا مش طالبين اكتر من كده. انا واحده ارمله اروح فين بابني اليتيم؟ الله. طب هو المفروض ان ابني مرمي مع عيلين ومراته في الشارع. من اي مراته في الشارع؟ من ايامها في باب بيته واقف يحرسها بره. نروح فين؟ الولد هو طلع ان امه شرع امبارح ولا عارف يجيب عياله ولا عارف يلمه. كان بيموت من ضمن اللي داخلين تحت القناه امبارح وقالوا لنا عيله واحده بس. كان بيموت الولد ده فين العيله؟ يا حماموته.